مساء الخير منير عجم. بهالفيديو مرتبط بارتيكل كتبناه على البلوج من يومين، وحنربط البلوج مع هذا الفيديو. وهو الموضوعنا عن بالانجليزي عنوانه Why Project Owners Are Afraid of Project Management، يعني ليش اصحاب الملك اصحاب المشاريع، يعني مش الأشخاص، عم نحكي نحن عم نحكي عن المنظمات والمؤسسات الخاصة والحكومية والسيماي جوفرمنت اللي عم بينفذوا مشاريع عادة إنشائية. we're talking about capital project، مشاريع كبيرة ممكن تكون بالملايين ولا بالمليارات، بيخافوا من إدارة مشاريع. هلا طبعا عم نستعمل كلمة الخوف، نحن هون المقصود فيها إنه اللي هو الاعتماد، ما رح نقول الكامل، بعتقد يمكن شبه كامل، يمكن 80-90%، ما في عندي اي احصاء دقيق، بس بمنطقة الغرب اسيا والخليج العربي نحن عم نشوف انه المشاريع الكبيرة الانشائية بالملايين والمئات الملايين والمليارات عادة 80-90% اذا مش اكتر عم بتكون تدار من قبل شركات بنسميهم PMCs Project Management Consultant. فخلينا اول شيء نركز على شوية تعريف. مثل ما قلنا هلا PMC مقصود فيها Project Management Consultant، اللي هي الشركات اللي بتشتغل إدارة مشاريع عن الـ Project Owner، وبيكونوا هني عم بيديروا الشركات الهندسية والمقاولين على المشروع. سواء هني بيمسكوا الإدارة العامة، وبالطبع عم بيكونوا عم بيديروا مثل ما قلنا الاستشاريين والمقاولين نيابة عن الـ Project Owner. هلا Project Owner شو مقصود فيها؟ مثل ما ذكرنا من شوي انه هو مش شخص، هي مؤسسة اللي هي يعني اللي بنسميهم كلاينت احيان، بس خلينا نستعمل كلمة Project Owner انه هن الشركات اللي بطبع بتنفذ مشاريع بدها تديرها. ممكن يكون هالمشاريع مستشفيات، ممكن تكون طرقات، ممكن تكون مباني سكنية، مكاتب، اللي هي. هلا ليش عم نستعمل كلمة نحن الفير اوف Project Management؟ مثل ما قلنا لانه هالشركات، هل اما المؤسسات ممكن تكون مؤسسات حكوميه ووزارات عم تعتمد على البي ام سي. طب وين الغلط؟ ولا هل هذا شيء غلط؟ يعني عم نقول وين الغلط نحن، لانه طبعا راينا نحن انه في غلط. اما ما فيني اقول، يعني خليني اكون صريح شوي، ما فيني اقول كلمه غلط، يعني هون يمكن اسحب الكلمه. براينا المهني كشخص عم بيشتغل بإدارة مشاريع من والهندسة، المشاريع الهندسية والغير الهندسية من أكثر من 30 سنة، برأينا هالممارسة هي مش الأفضل. بس مثل ما بنمزح دائما بموضوع البروجكت مانجمنت، الجواب it depends، يعني هل هو هالممارسة هيدي الاعتماد على البي ام سي صح ولا غلط، ولا good practice ولا best practice. It depends على شو. اكيد اول شيء بنركز اذا بطبع نحن الشركه البروجكت اونر، خلينا نركز نستعمل كلمه بروجكت اونر وبي ام سي. اذا البروجكت اونر هو الشركه صغيره، ممكن تكون شركه استثماريه، ما عندها فريق اداره مشاريع، ما عندها خبرات باداره مشاريع، اما يمكن عم يشتغلوا على مشروع بنايه، يمكن اما بنايتين، ومش انه ويديرون ويشغلون، مش انه موضوع انه على طول عندهم مشاريع عماريه. اكيد هون بنقول نحن انه مش منطقي انه هالشركات بلش تاسس اداره مشاريع، دائره لاداره مشاريع عندها بالشركه تديروا هالمشاريع، وهون ضروره بصير الاعتماد على البروجكت مانجمنت كونسلتنت ولا حتى على جنرال كونتراكتور ولا على الانجينيرين كونسلتنت. ما في شيء غلط بالموضوع هون، هذا الشيء يعتبر ممارسه مقبوله، لانه مثل ما قلنا غير منطقيه هالبروجكت اونر هيدا الشركات الصغيره، اما الشركات اللي عم تشتغل على مشروع واحد اما اثنين يروحوا يعملوا انفستمنت ببيلدينج بروجكت مانجمنت كاباسيتي وكومبتنس. هلا خلينا نقول الشركات الاستثماريه الكبيره، ممكن تكون تابعه لحكومات، ممكن تكون مستقله، ممكن تكون خاصه. اذا هالشركات هيدي بالطبع تاسست من جديد وبدهم يعملوا مشروع اما اثنين اما ثلاثه اما 10 مع الوقت، بس يمكن اول ما يبلشوا مشاريعهم ما يكون عندهم خبرة أسا بإدارة المشاريع، سو كمان هون فينا نقول منطقي إنه يجيبوا شركة بي أم سي. طيب هون إذا بنحكي نحنا إذا هالشركات عم تشتغل صار لها 5 سنين و10 سنين و15 سنة
وحضرت تشتغل 20 سنة بالمستقبل، أما 50 سنة بالمستقبل تبني مشاريع وتديرة، اللي كانت مشاريع حكومية مثل ما قلنا، مثل طرقات واتسرادات وجسورة وأكسبوز وغيره وغيراته، أما مستشفيات، أما مؤسسات خاصة، أما مؤسسات شبه حكومية. إذا هؤلاء بدي يضلوا عم يشتغلوا هن وعم بيصرفوا مبالغ طائلة، يعني ممكن يكون بمليارات إذا مش تريليونز أوف دولار عم تنصرف، طبعا مش بسنة واحدة، على مشاريع استثمارية كابيتال بروجكت، اللي بالطبع هون عم نقصد احنا مشاريع هندسية. طيب هون السؤال، تو بي ام سي اور نوت تو بي ام سي، يعني هل نحن هالشركات هاي اللي يفضل يستخدموا البروجكت مانجمنت كونسلتنت ولا لا؟ هلا انا فيني اقول بالطبع هون السؤال صعب شوي، لانه الفيلوسوفي اما الكونسبت تبع الاوت سورسينج بالعالم اليوم بتقول اذا عندك عم تشتغل على شيء انت از نوت كور بزنس ات ميك سنس تو اوت سورس ات. يعني هون هالشركات ممكن تكون ريل استيت ديفلوبمنت ولا الاستثماريه ممكن يقولوا نحن على موضوع الكونستراكشن از نوت كور بزنس فور اس سو واي شود وي باذر. اوكي معكم، نحن ما عم نقول اسسوا كونستراكشن كومبانيز وديزاين كومبانيز، عم نحكي نحن الاداره. يعني هو عاده كونستراكشن على مشروع تاور ممكن يكون 2000 عامل، بينما الاداره ممكن يكونوا 10 20 شخص، اللي هو مش هالاعداد الهائله اللي تنقول. هلا لا شك انه اذا بتعتبروا انتم اداره المشاريع، يعني عندكم انتم عم تصرفوا مليارات الدولارات على مشاريع از نوت كور بزنس، هون ما بعرف شو بدي اقول. يعني انا برايي بنكون شوي مغمضين عيوننا اما دافنين راسنا بالرمل، لانه اذا انت كمؤسسه عم تصرفوا مليارات الدولارات على مشاريع وبتعتبر انه بروجكت مانجمنت مش كور بزنس، برايي لازم تفكروا مره واثنين وثلاثه واربعه من جديد. في خطا، اما في يمكن يعني كاتبين على هالموضوع سابقا وممكن سجلين فيديوهات، انه ممكن يكون اسا ما في فهم كافي لاهميه اداره المشاريع بالنسبه لهيك نوع مشاريع. هلا انا بفهم انه ما نكون نفهم اهميه اداره المشاريع لندير مشروع تريننج ولا ديفلوبمنت ولا ماركتينج، بس مشاريع عملاقه من هالنوع وبنعتبر انه اداره المشاريع از نوت كور بزنس، في شيء بده سؤال. خلينا نقول هيك احسن ما نقول كلام اكثر اقصى من هيك. هلا هون انا بطبع ما عندي، خلينا نقول نعتبر يا اخي از نوت كور بزنس، انا مستعد اتقبل هالشيء. طيب نجي للبي ام سي، هل هالبي ام سي عم بيشتغلوا وخاصه عم بيجوا هون بالدول العربيه، عم نحكي عم بتجي معظمها شركات اجنبيه اوروبيه وامريكيه، هل هالشركات هيدي عم تقدر تدير هالمشاريع بفعاليه؟ هل عم بيقدروا يساعدوا هالكلاينت انه يجيبوا هالمشاريع حسب على يعني within the parameter of cost and schedule performance؟ ما رح نقول under budget ولا رح نقول ahead of schedule، plus or minus 5% ولا 10%. اللي عم نلاحظه نحن بناء على خبرتنا بالمنطقة هون 17 سنة بالمنطقة، انه معظم البروجكت اونر اللي بنتكلم معهم ولا بنشتغل معهم ولا اتصلنا معهم عم بيشتكوا من البي ام سي، انه البي ام سي ما عم بيقدروا يشتغلوا، انه ما عم بيكون ادائهم مميز. طب اوكي مش مميز، بسيطه، هل ادائهم جيد؟ لا بالعكس، اللي عم بنسمعه نحن هلا يمكن يكون في غلط، يمكن البروجكت اونر يكونوا عم بيزيدوها اوكي، ولا عم بيحطوا المسؤوليه على غيرهم. ما رح اجي اخذ سايد هون انا اوكي، بينما يعني مبدئيا ممكن يكون الخطا الفشل بمكان ما، بس انا هون كبروجكت مانجمنت شخص بشتغل بعلم اداره المشاريع، لما بيجي انا كشركه استشاريه خبيره وشغلت تدير مشاريع، تنقول بيجي زبون بيقول لي بدي هالمشروع يتنفذ بمليون دولار مليار دولار وبسنتين، وبراينا هالشيء غلط مش منطقي، بقبل ولا لازم اوجه له نظر اقول له يا جماعه يا عمي يا صاحبي يا حبيبي يا طويل العمر هذا الشيء مش مزبوط، هالمشروع اذا مليار دولار اوكي يمكن اكتش لازم يكون كلفته يمكن مليار واحد فاصل واحد اما 1.2 ويكون 3 سنين مش سنتين، تنبلش نشتغل على طريقة صحيحة انه هالمشروع شو هو. اما ادارة المشروع البروجكت اونر عم بيجي عند البي ام سي انه انت الخبير دري هالمشروع، دري هالمشروع بناء على الميزانية وحاططها. اللي عم نسمعه من البروجكت اونر مش انه بس البي ام سي مش عم بيشتغلوا مش عم بيشتغلوا شغل مميز، ولا بس كمان مش عم بيقوموا very good، على الاقل احيان حتى some of them they complain انه it's bad performance.
خاصة كمان الظاهرة اللي عم نشوفها أحيانا بعض هالبي أم سي بيجيبوا أسماء كبيرة وشركات أوروبية وأمريكية وبيج نيم وبيجوا بيوصفوا كله لوكل. أن باي لوكل مش قصدي أنا هون لوكل كمواطنين، عم بحكي أنا اللبناني والفلسطيني والمصري والهندي والباكستاني. أوكي، ما أنه عم بيجيبوا ستاف تنقول من أوروبا ولا من أمريكا تنفترض أن والله هودي الجامعات اللي أذكى منا. أوكي، بيجيبوا لك يمكن توب جايز يكون أمريكاني ولا أوروبي وخلص بالنهاية نحن لازم نتبع. بعتذر عن الصراحة بس هذا واقع. بعرف انه يمكن في كتير ناس يمكن حعمل اعداء من ورا هالفيديو ومن ورا الارتيكل اللي كتبته بسيطة، مثل بقولوا كتافي عروض بيتحمله. سو هون المشكل انه عم نجي، طب نحن اذا انا بطبع ما عندي مشكل اذا هالبي ام سي عم بعمل شغل يا اخي ديسنت، ما بدي اقول جود، ديسنت جاب، بدل احسن من اونر ما عنده خبرة بالبروجكت مانجمنت. اوكي متقبل، بس اذا هالشي انا عم بشتغل كبروجكت مانجر، اذا كبروجكت اونر عم بشتغل وصار لي 5 سنين وعشر سنين وصارف مليارات الدولارات على مشاريع، اوكي، واذا هالبي ام سي ما عم بيعملوا جود جوب، طيب why do I continue with this practice that is not delivering to my expectation, this practice that is not giving me the value I want، خاصة لما هالمشاريع عم تتأخر. مثل ما قلنا هالجمعة واحدة بدبي وبالإمارات سمعنا عن مشروعين كل واحد منهم مليار دولار، واحد بدبي واحد بأبو ظبي، كل واحد منهم مليار دولار وكل مشروع متأخر سنتين، وبالارتيكل المكتوب بالمجلة بجرايد ما في معلومات عن داش الأوفر بادجت ولا داش طلع الكلفة زيادة، حكيين بس على التأخير. يعني كل مشروع كان لازم يكون سنتين صار 4 سنين. أوكي، هلأ هون بدنا نطرح سؤال نحن، انه قبل ما ارجع للاونر خليني ارجع للبي ام سي وبرجع للاونر، حيكون شوي هالفيديو طويل معلش يتحملونا. طيب البي ام سي كيف بيقبض؟ تنقول لو فيكس برايس مش مشكله، بنقول البي ام سي بالنهايه اذا المشروع طول بكل ضربه على راسه، ممكن يخسر ممكن يتعلم درس للمره الثانيه. بس معظم البي ام سي حسب معرفتنا اذا مش كان كوست بلس عم بيكون يونت ريت، يعني معناتها تنقول كل عضو بالفريق البي ام سي ممكن يكونوا 10 20 30 40 شخص حسب كبر المشروع. اوكي، تنقول نحسب حساب بس ارقام بسيطه، اذا عندي مشروع انا سنتين بده 10 موظفين من البي ام سي، كل واحد افريج برايس 50 ألف درهم، هو عاده ب 100 ألف درهم مطلوع، لانه عم بيكون الموضوع هون كونسلتنسي ريت، يعني عندك السالري مع البنفيت مع البروفيت مع كل شيء. خلينا نعتبر بس 50 ألف، خلي رقم بسيط 50 ألف على الشخص بالشهر، معناتها ضرب السنة بيصوروا 600 ألف، إذا عنا 10 على الفريق صاروا 6 مليون، إذا عم نحكي سنتين المشروع هي 12 مليون. مثل ما قلنا يونت ريت. طيب إذا المشروع تأخر 3 سنة معناتها زدنا 6 ملايين، عم نحكي درهم هون، إحنا 6 ملايين درهم أم ريال عم بتزيد للبروجكت للبي ام سي. يعني البي ام سي هون المشروع تاخر سنه، بس شو صار للبي ام سي؟ الريفينيو تبعه طلع 50%، ما بعرف ليش البروفيت طلعت بتكون، اذا ما في كاب بيكون طلع الكونست 50% ريفينيو انكريز. واذا المشروع تاخر سنتين بدل ما يكون سنتين صار 4، معناتها البي ام سي دبل ذا ريفينيو اند بوسيبلي دبل ذا بروفيت. طيب شو الانسنتيف هون لل PMC to control the project and to deliver it on time؟ I know يمكن يكون الخطأ من ال consultancy، يمكن يكون الخطأ من ال construction، okay، بس ال PMC هون له دور، يعني مش ممكن يكون له دور ب 10% 20% 30% 40% من التأخير ولا من الفشل، ولا كله الحق على contractor ولا ال consultant، okay؟ يعني هون البروجكت اونر بيعمل بليم على ال PMC، وال PMC بيحط البليم على ال consultant، وال consultant بيحل البليم على ال contractor، والكونتراكتر بيحط البليم على اولاد الجيران. اوكي، طيب وين المشكله هون؟ طبعا اذا بروجكت مانجمنت كونسلتنت، يعني البروجكت مانجمنت تيم حيكون عنده مسؤوليه اذا مش 70 80 90%، ولو في فشل من الكونتراكتر ولا من الكونسلتنت بضل مسؤوليه عاليه على البي ام سي. طيب هون شو الانسنتيف؟ انا كبي ام سي شو غير اخلاقي؟ يعني اذا نقول اذا عم بيصير في شغل في تقصير من هون ومن هون، ما قدرت ركزت، انا ما قدرت اشتغلت، ما قدرت جبت ناس عندهم هاي كواليفيكيشن والمشروع تاخر، طب انا شوف رايي معي شو عم بخسر؟ المصريات عم بتضل تجيني والستاف تبعي عم ضل يقبض وعم ضل اعمل ارباحي، ما في خطر علي، ما في ريسك علي. يعني هون احنا بنقول في كونفليكت اوف انترست،
الكونفليكت اوف انترست انه انا كام بي ام سي، اذا انا بي ام سي انا بهمني ما بي انه بمصلحتي، ما فيني اقول بهمني، من مصلحتي المشروع يتاخر. مثل ما قلنا اذا ما في بانلتي علي وما في عندي فيكس كاب، خلاص اذا عم بقبض انا يونت ريت بير يير يلا ماشي عم بقبض ماشي. شو الانسنتيف تبعيني، شو الموتيفيشن تبعيني انت اعمل ذا بيست اي كان بي؟ ما في هالانسنتيف، ما في هالموتيفيشن، هون الكونفليكت، هون السؤال للاونر. يا اخي يا جماعه اذا انتم ما بنسمع منكم غير عم بحكي انا نسبه كبيره من الاونر متواصل معهم غير يو كومبلين اباوت بيرفورمانس اوف بي ام سيز ومشاريع عم تتاخر وما بسمع غير البين بوينت وفي شغلات ما بتنشر بالجرايد وعليه معرف انه موجوده وفي تاخير بمشاريع وبعض منا تاخير ضخم واوفر بادجت عم بتصير. طيب ليه واي ار يو افريد، ليش خايفين من تبنوا انتو داخل مؤسساتكم project management department؟ ليش خايفين انتو to formalize project management operation؟ ليش ما في عندكم why don't you work on spending and investing into building competence and project management؟ okay ال PMC شو في عنده زيادة عنكم؟ هل هو اسكا؟ اكيد لا، هو شركة مثل غيره. طيب اذا انا صاحب مين بده يعطي الهم مصرياتي اكثر من صاحب الملك؟ انا صاحب الملك حج وظفت حدا يدري املاكي حيكون قلبه على املاكي قد ما يكون قلبي انا على املاكي. خلينا نكون واقعيين، نحكي شوي لغه شوي عربيه ومشبرحه وضياعجيه يمكن شوي. اوكي اذا انا ما عندي هلا اذا انا مثل ما بقول عندي مشروع واحد مره بكل 10 سنين بعمل مشروع على راسي وعيني تول بي تو اكسبنسيف انا ابني الكاباسيتي. بس اذا عندي مشاريع عم ببنية السنة بعد سنة بعد سنة وبملايين ومليارات الدولارات، مش عم نحكي ب 10000 دولار 20000 دولار، اوكي شو بخسر اذا بنيت هالكومبتنس عندي انا داخل المؤسسة؟ اما خليني بسطها اكثر، شو بيمنع اجبر البي ام سي اوكي يوظف لي خمسة؟ اما انا منجيب خمسة من موظفيني اما ستة اما عشرة حسب المشروع، 10% اخي اذا المشروع بده 50 موظف من البي ام سي بدي احط 10% خمس موظفين من عندي انا يدربوا على ايد البي ام سي ويشتغلوا مع البي ام سي وهودي بعدين بعد سنتين ثلاثه خلص المشروع كمان مشروع تاني بكون عملت لي نفس الشيء اقول له صدر عندي انا تيم صور من 10 20 شخص عندهم خبره بروجكت مانجمنت كونسلتنت وعندهم خبره اداره مشاريع خلينا نقول 10 20 30% استقالوا بضل عندي على الاقل you know, 4-5 موظفين من كل مشروع قادرين انا استخدمهم كنوات. هيدا اذا ما بدي اروح وظف انا خبراء وانا ابني my own project management system من البدايه. هلا انا بعرف انه في بعض الكلاينت اورجانيزيشن عندهم their project management بيقولوا عندنا project manager من الكلاينت سايد، بس خلينا نكون صريحين البروجكت مانجر من الكلاينت سايد لما بيكون في ام سي هو اكثر يمكن شخصين اما ثلاثه اللي هن ليزون، يعني هن اكثر شيء ليزون بين البي ام سي والاداره العليا. ما فعلا عم بيديروا مشاريع، عم صوت عمليه تنسيق لاكثر ولا اقل. طيب يا اخي اوكي خليني يكونوا بروجكت مانجر بيلدر كاباسيتي، واي يو ديبند اون ذا بي ام سي؟ هلا ما بقى نكمل اكثر من هيك لانه يمكن نبلش نفعل اكثر ونبلش شوي نحط شغلات يمكن اليوم من هالفيديو بكفي يمكن ناخذ عداوات من شركات البي ام سي بلا ما كمان نخلي البروجكت اونر يعمل عداوات معنا هالمره، ميبي المره الجايه يمكن ما ارحم. بس بشكل عام لا، عم نحكي نحن صراحة عم نحكي من القلب ومن قلب متوجع، لأنه لما بقعد أنا مع Project Owner وخاصة في بعض منهم كلاينت لقلنا وبشوف أنهم عندهم مشاكل مع PMC، ما عم بيقدروا ينفذوا مشاريعهم on time، عم بيصير تأخير، عم بيصير over budget. طب هيدي مصريات عم نحكي نحن ملايين ومليارات الدولارات عم تروح حدر. هلا ممكن سجل فيديو بعدين لأنه اليوم مثلا كمان كان في article بالجرائد على موضوع انه احيان بعض المشاريع الانشائيه عم بصير حوالي احيان 20 و40 و50% وهي مش بس عم بحكي بالدول العربيه عم بحكي عالميا، احيان اذا الشركات ما عم تستخدم اداره مشاريع بطريقه فعاله خاصه الستيج جيت بروسس كميثودولوجي. بعض الدراسات اللي اجت من شركه عالميه ضخمه اليوم كنت عم بنقرا في ارتكل نازل انه تقريبا فقط 60% من الشركات عم بيقدروا ينفذوا مشاريعهم حسب عم بيزير ميتينج زير اوبجكتيف، والخساره عم بتكون احيان بالنت بريزنت فاليو من هالمشاريع، يعني خساره بالارباح ممكن يكون لحديت 50%.
هذا يمكن بده موضوع كامل، ونحط اللينك للارتيكل اللي جاي من هالمؤسسة. يمكن اليوم ضربنا الريكورد، طعنا 20 دقيقة بهالفيديو. صافينا لكم، تصبحوا على خير، وشكرا، وبتمنى تكونوا سمعتونا بأوبن هارت وأوبن مايند، لأنه بالنهاية نحن عم نركز على مصلحة مجتمعنا. شكرا.